انطلق المطعم الجامعي بن عرفة بجفصة منذ بداية شهر رمضان المعظم في توفير وجبات غذائية يومية لفائدة طلبة الحي الجامعي بجفصة، تتم جدولتها أسبوعيا بالاتفاق مع الطلبة، وجبة ساخنة وقت الإفطار وأخرى محمولة للسحور. لقد استحسن الطلبة الذين يعيشون أجواء خاصة لهذا الشهر الكريم بعيدا عن أسرهم. الوضع تو معنا في رمضان مثل كثير من الأفطار. المكتب كان في الاستوكولاية أمورها واضحة، فريق أول مرة نشوف الاستوكي ما هيا. ديجا مشيت خريف في تونس وكل شيء، ما فماش كاليتي كيما هكا معناها. الأكلة عموما في شهر رمضان راهي كانت منظمه ومريقله، ف يعني كنا كطلبه ولا كمثل طلبه كنا يوميا موجودين لنا، وما صارش يعني ثم تجاوب بيننا وبين الاداره. بالنسبه لوجبه الوجبه المحموله نتاع السحور اجتمعنا معاهم قبل رمضان وكانت ومرت بالاتفاق بين الناس كل وجبه متكامله ومنسقه. بالنسبه للاكله اللي هي المحموله والا باش تفطر لنا صار الاتفاق على جدول معين ما تمش التزام به في الايامات الكل حسب يعني التبرير اللي عطونا لنا اداره المطعم، يعني ثم يمكن ستوك ولا ثم انه حاجه اليوم ما توفرتش فيبدلوها بحاجه اخرى. كميات هامه من المواد الغذائيه والخضر واللحوم والغلال تم توفيرها بالمطعمين الجامعيين ابن عرفه وابن رشد بقفصه لتامين حاجيات الطلبه من اغذيه صحيه متوازنه خلال هذا الشهر الفضيل. انه فما للاسف بعض الصفحات الفيسبوكيه تداولت اخبار معناها غير صحيحه، اطباق معناها اتوريا ترافير فيها هريسه وفيها عظم وهذه لا علاقه لنا بها. عندنا الاطباق نتاعنا موثقه كل يوم، عندنا صفحه رسميه باسم المطعم الجامعي ابن عرفه بقفصه. على المستوى الجهوي تمت اجتماعات مع المدير الجهوي ومدير مؤسسه الخدمات الجامعيه وبحضور ممثل الطلبه، تم استعراض الاستعدادات التي تمت وبالتنسيق مع الطلبه تم اعداد الجداول الاكولات وتم منع الاتفاق بشانها. انتم كنتم معنا تو دخلنا المغازات تاع المطعم الجامعي ابن عرفه واحنا عيننا في مطعم الجامعي ابن راشد التزود كامل. بعيدا عن اللمة العائلية والأجواء الرمضانية الخاصة بالمنزل، يسعى ديوان الخدمة الجامعية للجنوب لاحتضان الطلبة وتوفير مناخ ملائم للدراسة يضمن لهم سبل النجاح والتميز.